ندخل بقى كده يا جماعة ونقول بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، ونكمل الفيديو عشان نعرف أسعار المواشي وكمان نعرف الأضحية بتاعتنا بتاعت العيد اللي هتدبح على قناة يوميات في مزرعتي إن شاء الله. يا جماعة سوق المواشي نشتري أضحية العيد، لقينا الأسعار بجد غالية غالية جدا جدا جدا، والحاجات مغشوشة جدا جدا جدا. جينا بقى يا جماعة هنا هوت المزرعة نشتري من الفلاحين. هندخل بقى يا جماعة الفيديو ونعرف الأسعار ونعرف إزاي ما نتغشش في السوق، وأهم وصفات الأضحية والأناتي بكام والذكورة بكام، كل حاجة هنعرفها في الفيديو ده. أهم حاجة يا جماعة تنزلوا كده تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في تعليق، واللي مش مشترك في قناة نباتي في مزرعتي ينزل بسرعة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وطبعا يا جماعة أنا جايب لكم الأسعار من بق الحاج صاحب المزرعة، وما شاء الله الله أكبر عليه، شيخ وتقي وعارف ربنا وبيقول كل حاجة بالدين والاضاحي وكل حاجه. وشايفين يا جماعه الجاموسه دي بسم الله ما شاء الله والده امبارح، دي جاموسه وده ابنها فحل اهوت صغير. شايفين ما شاء الله حبه اعمل المقدمه من عندهم كده، شكلهم جميل جدا. يلا بقى يا جماعه كده انزلوا صلوا على النبي ونكمل الفيديو ونشوف كمان العجل اللي احنا شرناه لينا اضحيه في قناتنا يوميات في مزرعتي وبكام، وهنذبحه مع بعض كده. يا جماعه احنا اهوت وصلنا المزرعه، وهنبدا بقى مع الحاج صاحب المزرعه، هيعرفنا كل حاجه وهيقول لنا على الاسعار وعلى مواصفات الضحيه ونشتريها ازاي، وايه الفرق ما بين ان احنا يعني نشتريها من السوق وان احنا نشتريها من البيت زي ما قلت لكم، وهيقول لنا على كل الالعاب اللي ممكن التجار يلعبوا فيها. ازاي حضرتك يا حاج؟ الحمد لله. عايزين نعرف بقى كده اول نوع معانا ده ايه، او يعني صنفه ايه وكده، وكيلو بكام، ونعرفه ازاي ومواصفات الضحيه وكده. الاول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا اضحيه العيد دي سنه مؤكده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارفين بدايتها احنا عشان نعرف ان في سوره الصفات موقف سيدنا ابراهيم مع ابنه اسماعيل وفداء الله عز وجل ليه عن طريق الكبشين الاملحين، واصبحت سنه مؤكده ودائمه الى يوم الدين الى يوم يرث الله الارض وما عليها. بنقول بقى الضحيه ان شاء الله مواصفاتها عشان اعرف ان الضحيه كويسه ومعقوله، لازم يكون العجل او البنين متناسق، يعني ورا زي قدام، ورقبته ملانس، وبرده ما تخمش في الكرش، الكرش لما يكون عمران او اذن العجل وما يصفش لحمه. لازم اتاكد انه ما فيش بطن ولا فيش كرش عاليه، وان ورا زي قدام متناسق يعني زي ما قلنا، ويبقى وضعه العام سليم وصحته كويسه جدا. نعرفها ازاي؟ من حركته، لما نحط ابن عليه بص يتنطط ويلعب ويعمل حركات يعني ممكن تضحك او تشوف شكله يعني معقول. ده نوعه فريزيان، وده نوعه من اللحم برضه يعتبر بلدي لان تغذيته بلدي وولده بلدي، لكن هو نوعه كده بيبقى مهجن. طيب يا حاج الكيلو بكام بقى؟ الكيلو ده ان شاء الله ب 57 جنيه فيه. ده ب 57؟ ايوه. طب يا حاج وده يرمي كام كيلو معانا؟ ده قايم قايم حوالي 460 او 470 كيلو. قايم يعني صح. يعني صحي كده على الميزان. صحي كده على الميزان يرمي 460 كيلو. ايوه او 70 او 460 او 470. طيب يا حاج طبعا هو كده لسه ما شربش. هو كده ما شربش وما كانش كمان واضح كمان على بطنه. يعني انا هزنه بقريب من الوضع ده يعني. زي ما هو كده. ايوه. طيب يعني هل بقى يعني الناس زي ما احنا مثلا كده جايين بنشتري عجل لوحدينا، ولا في ناس بتشتري عجل اكتر من يعني حد وكده؟ حسب الطلب، انت عايز ل 600 كيلو عندي، عايز اكتر عندي. لكن طبعا احنا عارفين ان الضحيه العجل بيجزئ عن سبعه، بس يكون متوفر فيه كميه لحمه حلوه. يجزئ عن سبعة، سبعة يعني أفراد يشتركوا فيه، سبعة أفراد يشتركوا فيه، وبنقسم السعر على السبعة. إن شاء الله ده هيجي ب 220 كيلو 230 كيلو لحمة صافي. ده لحمة بعد ما يتذبح. بعد ما يتذبح عشان جدل ولحم والعظم بقى والجلد وما إلى ذلك. ده اللي إحنا قلنا عليه المهجن، وقلنا الكيلو فيه بكام يا حاج؟ الكيلو فيه ب 57 57 ونص. طيب معانا بعد كده إيه تاني بقى؟ عندك اللي فيه بلدي. طب ورينا كده البلدي يا حاج. ده البلدي هوت. ثانية بس. ان شاء الله واقول لك واعرفك ونقول الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول برضه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اي ان الله عز وجل لن ينال من اللحوم ولا الدماء الا التقوى منا وطاعه الله عز وجل. ما شاء الله. ده نوع بلدي، بلدي صافي. ده بلدي صافي. وده برضه متناسق، ونشوف الكتف عريض عمران، الكتف عمران، والعنق برضه ملان، والفخاد برضه عمرانه، يعني متناسق.
مفيش كرش، مفيش بطن، مفيش الحاجات اللي هي ممكن ما تقديش لانك تكون كميه اللحمه وفيره فيه. ده ان شاء الله يجي 400 410، وكيلو فيه برضو ب 58 جنيه. ده برضو ب 58 ده يزيد عندك. ايوه، او ممكن نتفاوض لحد 57 برضو، مفيش مشاكل. ما هو برضو ايه يعني، خلينا عشان اعرف بس اللي في السوق. البلدي بيزيد عن المهجن صح؟ لكن البلدي الاحمر بتاعه كتير. ميزه العجل المهجن ان اللحمه الحمراء فيه كتير. اه يعني ده لحمته الحمراء كتير. اه عن اللي هو ده، لكن الناس بتفضل البلدي. الناس مش عارف، ناس كتير جدا بتفضل البلدي. طيب يا حاج، وده بعد ما يذبح يرمي كم كيلو لحم؟ ده ان شاء الله، ان شاء الله يجي 190 كيلو او 100 او يمكن يدخل في 200 كيلو. ده يدخل في 200 كيلو لحم صافي بقى، من غير كرش ورجل ودهن والكلام ده كله. طيب يا حاج، يعني قول لنا بقى، انت قلت لنا مواصفات الضحيه، قول لنا بقى يعني ايه الالعاب اللي الناس بتلعبها في البهيمه وكده، عشان يعني لو حد راح شرى من السوق وكده. ممكن بعض التجار اللي يعني بيعتبر ده برضه شيء من الحرمه، يعني بيحطوا له ملح طعام كميه كبيره ملح، ويعطشه كميه كبيره ممكن تصل ل 24 ساعه، ويجي يسقيه ميه فيشرب ميه كتيره جدا. ممكن يشرب حوالي 50 كيلو ميه. 50 كيلو ميه، ويزن ويزيدوا ال 50 كيلو ميه في 57 جنيه او في 60 جنيه ب 3000 جنيه، يفرق 3000 او 2700 جنيه فرق زياده على زياده على المشتري. طيب يا حاج، عرفنا كده يعني بخلال خبرتك برضو، ازاي نعرف ان العجل شارب او مش شارب؟ بتكون بطنه عمرانه قوي، يعني بطنه عمرانه قوي. مش زي ده كده، مش زي ده كده، ده لسه مش شارب. اشوف اللي بدوس هنا كده، بلاقي فيه بوره، بلاقي فيه بوره هنا كده، هنا في بوره. لو ما فيش البوره دي اعرف ان العجل شارب على طول. منتفخه جدا. وبيعطشوا ويسقي مره واحده. يعني ثانيا بيبقى عارف الميعاد اللي انت جاي تزن فيه. يبقى عارف الميعاد اللي انت جاي تزن فيه. لكن برضو عايز تفاجئه انت وتقول له انا هازل، تجي تقول له انا هازل النهارده وتجي بكره او تجي قبليها، ممكن اذا لعب عليك يلعب برضو عليك. ده لو بيشتري من البيت. انما بقى طب احنا بكلمك بس عشان اللي بيلعب عليك يعني الافضل ما تشتريش منه. اللي بيلعب في الموضوع ده الافضل ما تشتريش منه. تمام. وانت حضرتك تفضل الشراء من البيت ولا الشراء من السوق؟ الشراء من السوق برضو بيجي عمران، بس السوق ميزته ان بقى قدامك كميات كبيره جدا في السوق، وتنقل اللي انت عايزه. وتنقل اللي انت عايزه، بس يكون معاك تاجر خبره، يكون معاك واحد عنده خبره في المواشي. طيب يا حاج، كنا عايزين نسالك برضو على ايه تاني؟ اللهم في انواع تانية، في نيتي وفي بقر وفي كل حاجه. احنا هنشوف كل حاجه دلوقتي مع بعض. طيب يا حاج، ده عنده كام سنه او ماشي في الشهر كام او كده؟ ده ماشي في السنتين. ماشي في السنتين، وده كده يكون لحمته كويسه جدا، وممكن يقعد اكتر من كده. يعني هو في القابل ممكن اسيبه كمان 6 شهور. 6 شهور يوصل بقى ل 600 و700. ايوه، ممكن اسيبه 6 شهور كمان، والافضل ان انا اسيبه. لكن بقى ده ميسم وعيد ان شاء الله، وكل الناس عايزه تعيد، وبرضه ما حدش عارف الظروف هتبقى فيها ايه، ونبيع النهارده ونجيب غيره ان شاء الله. طيب يا حاج، انت تفضل الناس اللي هتشتري الضحيه تشتريها ايمتى؟ الناس هتشتري الضحيه يعني في الاسبوع اللي قبل الاخير. الاسبوع اللي قبل الاخير، الاسبوع الاخير من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من, الـ من الميسم، زي احنا دلوقتي. أيوة. طب انت تفضل ان ممكن حد يربيه في البيت؟ يعني احنا كمربين كده فوق السطح، انا بشوف ناس بتربيه، هل انت تفضل ان حد يربيه كده؟ لا طبعا، هو محتاج ظروف معينه، وهيتعبك عن طريق الروس اللي هو المخلفاته، وتكلفته هتكون عاليه. واحد هتشتري كل حاجه، بالافضل يعني هتلاقي العمليه متقاربه من بعضيها، هتتعب انت، تتعب انت نفسك على الفاضي. تمام يا حاج. طب ده كده البلدي وده المهجن، في حاجه تاني؟ ده نوع تاني، نوع تاني برضه، فريزيان. ده فريزيان، النوع اسمه فريزيان. ده مش شارب ولا واكل خالص، واضح عليه. هيشرب لو شرب بعد، لو شربت له بيشرب، هتبص تلاقي حجمه زاد اكتر من كده مرة ونص كمان او مرة وربع. واضح عليه. طب وده حاجة كم كيلو كده؟ ده 380 كيلو. 380 كيلو، وده الكيلو فيه بكام؟ الكيلو فيه ب 57 جنيه ونص. برضه. أيوة. ده يعني ده قلنا ب 8، ده ب 57. والاسود. كل الاسعار بتتراوح ما بين 58 و 57، 57 58، وفي ب 59 كمان. وفي ب 60 كمان. حسب مواصفات كل بهيم، حسب مواصفات كل عجل. ماشي. طبعا انت عندك كل حاجه يعني، وكل الاوزان واللي عايز اي حاجه ان شاء الله. في بار وفي نيتي وفي كل حاجه. احنا برضه هنشوف الاناتي في الفيديو. في اماكن ثانيه غير كده، ده انت جيت هنا في الحته دي، في المكان ده فضلت انك تصور هنا، خلاص صور. عايز تروح اماكن ثانيه اوديك. هو انا كويس مكان ما العجل اللي احنا هناخده ان شاء الله منك، اللي يعجبك اختاره.
ماشي يا حاج، احنا كده قلنا لكم بقى كل مواصفات الذكوره، وهنكمل لكم بقى في الجزء الثاني من الفيديوهات عشان الفيديو ما يطولش عليكم في الاناتي. وده لسه هيقعد سنه لما يطلع العيد الجاي ان شاء الله. ده شكل العجل الذكر وهو صغير. ايوه صغير لسه هيقعد سنه. طب ده يا حاج يعمل له كام فلوس؟ ده ب 12000. ده ب 12000 كده في شكله. 12500 كمان ميزانه يا جدع. طب في ناس، هل يا حاج في ناس ممكن ده يذبح ده يجوز ذبحه؟ لا ما يجوز ذبحه، لكن اللفح العادي. لكن العجول في افته من بعض المشايخ في الازهر قال لا يشترط في البهيم السن، وان كان وافي اللحم فيجوز ذبحه كضحيه. ماشي يا حاج، رغم عدم بلوغ السنتين يعني. تمام. طبعا يا جماعه احنا كده خلصنا عند الحاج، وتشرفنا جدا يا حاج، وعملنا الفيديو بتاع الاناتي وكده، والعجل اللي احنا خدناه خلاص يا جماعه، ده العجل الاسود ده بتاعنا احنا. يا حاج انت لما وزنت دلوقتي جه كام كيلو ده؟ ده ان شاء الله 400 كيلو و10. ده 400 كيلو و10؟ ده انت وزنت دلوقتي 410. ايوه. طب ده قطع كام يا حاج؟ يعني الفلوس اللي احنا ان شاء الله النهارده هنفعها. 410 في 57 جنيه ونص. وانا كرمك بنص و58 قلت 57 ونص. يبقى بكام بقى؟ اضرب بقى 410 في 57 ونص زي ما يطلع. ايوه اللي هو يطلع كام؟ طب معانا الاله نحسب دلوقتي. ادي 57 ونص. ثواني بس اما اجيب الاله. قالت المحمول ادي 410، نقطع لك 5 كيلو، بنقطع 5 كيلو من البيم، يبقى 405 في 57 ونص ان شاء الله هيقطع 23280، 287 ونص. ده ب 23000 يعني. 287 جنيه ونص. نشيل القصور دي عادي مش مشكله ان شاء الله يا جماعه. ده العجل اللي احنا خدناه بقى الضحيه بتاعتنا، وان شاء الله الولد اللي ماسك اللي شغال في القرى اي مبلغ كده مرضاه يعني 50 جنيه 100 جنيه فرحيه العيد يعني. طبعا يا جماعه ده العجل بقى اللي احنا خلاص خدناه اهوت، والحاج وزنوا لنا دلوقتي والله من غير ما ياكل ولا يشرب، حتى الاكل لا قدامه اهو. ولسه بنفكركم بنقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، ودي سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنه مؤكده بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل ولد إسماعيل، لما قال إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم، وأصبحت سنة مؤكدة إلى يوم القيامة. قلنا الكلام ده في الأول. وكل سنة وأنتم طيبين، ويعود علينا الأيام بخير وسعادة، وربنا يحمي بلدنا من كل شرور ومن كل آثام، والناس تتراضى وتبقى متحابة ومتعاونة، وده من شيم الإسلام ودي سنن الإسلام. وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.